جودة. الأهلي بكرة هيلعب إنبي في توقيت بيبقى دايما مقلق للمدرب، خاصة ان ممكن يكون اللعيبة من ناحية الحالة الذهنية مش مستعدين، يعني حتة الفصلة دي انت عارف ما بين ان انت بتيجي بتلعب ماتشات افريقيا وتروح لعب ماتشات في الدوري، شايف الماتش ازاي؟ يعني مفيش شك الفترة اللي جاية دي كلها هتبقى برضو ضغط ماتشات كبير جدا على النادي الاهلي. حضرتك عارف بكرة 23 مباراة مع انبي، يوم 26 مع طلائع الجيش، فرق 3 ايام بس، يوم 29 مع سيراميكا. فاعتقد الخمس وبعديهم مباراة الذهاب والاياب، الذهاب مع الوداد والاياب مع الوداد، فخمس مباريات. ما اعتقدش ان في لاعب في النادي الاهلي هيلعب الخمس مباريات دول. ما اعتقدش كمان ان في لاعب في النادي الاهلي هيلعب، يعني اقصى لاعب هيلعب ثلاث مباريات من الخمسه دول. يعني ما افتكرش ان مستر كولر هيقدر اللعيبه يعني هيعمل عمليه تدوير ده، هيعمل ده مليون في الميه، يعني خاصه ان هو مستريح في الدوري. يعني قصدي لو لينا لقاء بعد كده بعد الخمس مباريات دول، اتحدى ان في لاعب هيلعب الخمس مباريات دول. هتلاقي لعيب لعب ثلاثه، هتلاقي لعيب لعب ماتشين، صعب جدا. طب هل يعني لعيبه زي سافيو وايمن اشرف اللعيبه اللي هي الفتره اللي فاتت بعيده تماما، هل انت شايف ان هم يعني لازم في الماتشات دي ان هم يلعبوا حتى من ناحيه انت حتى لو ماشيهم ان هم يتسوقوا بشكل كويس ويبقى يعني رجليهم في الملعب؟ انا بالنسبه لي الحته دي ما بقدرش اتكلم عليها خالص حتى في اي استوديو يا كابتن ميدو، لان انا لازم اشوف حاله اللاعب في التمرين. ممكن اللاعب في التمرين يا كابتن دودار ما يكونش في دماغه خالص، بس يعني بيتمرن. انا برضو ما اقدرش احكم يعني، ولكن مستر كولر ما اعتقدش ان في حد يستاهل الفرصه ومش هيديها له، لان يعتبر كل اللعيبه كابتن دودار لعبوا معاه، يعني لعبوا سواء في الدوري سواء في الكاس سواء في السوبر سواء في دوري ابطال افريقيا، فكل اللعيبه متواجده. واحنا حتى بنشوف اهتمام مستر كولر بكل اللاعبين، ان اي لاعب بياخد في اي وقت بيأدي بصوره كويسه جدا. محمود متولي، ياسر، احنا ما بنحسش ان في فرق. سواء برضو عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طه، يعني كل اللعيبه ثلاثي نص الملعب. انت لاول مره بيبقى في حيره شديده جدا في ثلاثي نص الملعب، بيتغير. ديانج بيقعد احتياطي، يمكن من احسن الصفقات اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، بيقعد احتياطي، ما بنحسش بفرق.